أصدر مجلس الشورى خلال جلسته 25 المنعقدة برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بيانا للترحيب باستضافة المملكة لسباق الفورمولا 1. كما قرر مجلس الشورى خلال الجلسة الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 من يوليو للعام 1990 المرافق للمرسوم الملكي رقم 6 لسنة 2013 على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة. وكانت الجلسة قد بدأت عملها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة قبل أن يتلو سعادة الأمين العام لمجلس الشورى المرسوم الملكي رقم 19 لسنة 2013 بتعيين وزير للدولة للشؤون الداخلية. بعدها تم إخطار أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب. كما أخطر المجلس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والمقدم من سعادة العضو رباب عبد النبي العريض وإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى إخطار المجلس بالرسالة المقدمة من مجموعة من أصحاب السعادة الأعضاء بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2012 بشأن إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وذلك لإعادة دراسته. بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 391 مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم 50 لسنة 2012، حيث تلا مقرر اللجنة التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلتهم بشأن مشروع القانون قرر المجلس الموافقة على طلب اللجنة باستعادة المشروع بقانون لمزيد من الدراسة.